تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن الـ Operational Amplifier، وقلنا هو المكبر، بمعناها المكبر الوظيفي اللي يقوم بأداء العديد من العمليات والوظائف. وبالإضافة إلى عملية التكبير يقوم عمليات أخرى كالجمع والطرح والقسمة والضرب والتكامل والاشتقاق، ويدخل في تصميم الأجهزة، أجهزة القياس وغيرها، ومنها أنواع عندما حسب دخول الإشارة إلى مدخل هذا الأوبريشن أمبليفاير، عندما تدخل إلى الطرف السالب أو طرف الإنفيرتينج فيسمى إنفيرتر، وإذا دخل إلى الطرف الإشارة دخلت إلى الطرف الموجب يسموه طرف النون إنفيرتينج فيسموه النون إنفيرتينج أمبليفاير، وإذا دخل مجموعة من المداخل على الطرف السالب سميناه بالسامينج، وإذا دخل على طرف واحد فقط السالب بمجموعة مداخل فيسمى بالسامينج، وإذا دخل على الطرفين الموجب والسالب ليتعامل مع الفرق بين إشارتي الدخل يسمى بالديفرنس. هاي هي الأنواع الحقيقة اللي أخذناها سابقا. نلاحظ هنا النوع الأول، عندما إشارة الدخل تدخل على الطرف السالب وأكو عندي مقاومة من الخارج ترجع إلى السالب فيسموه بالفيدباك، وعندي مقاومة الدخل اللي تدخل إلى الطرف السالب، ويسمون هذا النوع من الامبليفاير بالانفيرتينج، والكسب ما تناقصا مقاومة الفيدباك على مقاومة الدخل في فولتية الدخل. النوع الآخر، عندما الإشارة مال الدخل تدخل على الطرف النون انفيرتينج، أما الطرف السالب يكون مربوط بها مقاومتين، مقاومة من الأرضي إلى السالب ومقاومة ترجع فيدباك إلى السالب، هذا يسموه بالنون انفيرتينج امبليفاير، والكسب ما تكون موجب، وواحد زائدا R2 على R1 من الفي انبوت. واذا جعلنا طبعا هنا نلاحظ الكسب يكون موجب، يعني اشاره الدخل مع الخارج، الخارج تكون مكبره ولكن بنفس طور الاشاره الدخل، بينما الانفرتر تكون الاشاره مكبره ومقلوبه الطور 180 درجه. اذا جعلنا الار 2 صفر بالنسبه للنون انفرتنج امبليفاير، او جعلنا الار 1 انفينيتي، فراح يروح هذا الجزء الثاني يصبح قيمته صفر، فيصير الاوتبوت يساوي الانبوت. واذا حققنا الشرطين، يعني بحيث الار 2 رجعناها فيدباك صفر، اما الار 1 فلغيناها اصلا سويناها انفينيتي لغيناها، فيصبح بهالحاله الفي اوتبوت يساوي الفي انبوت، وهو نوع خاص من انواع النون انفيرتنج عندما يتساوى الدخل مع الخارج. والنوع الاخر هو السمر، وهو نوع من انواع الانفيرتنج لان يدخل على السالب، ولكن بدل ما يدخل مصدر واحد دخل مجموعه من المصادر عبر مقاومات، والاوتبوت راح يكون به هو عباره عن جمع هذه الفولتيات بعد ان يضربها باوزان لها علاقه بمقاومه الفيدباك ومقاومه الدخل، بحيث انه ممكن ان نجمع الفولتيه الاولى بعد ان نضربها بمقاومه الفيدباك على مقاومه الدخل، بعدين المجموعه الفولتيه الثانيه في الفيدباك على مقاومه الدخل الانفرتر الثاني، زائدا الفولتيه الثالثه في مقاومه الفيدباك الثالثه على مقاومه الدخل الثالثه، وهكذا. وهاي كلها ايضا الكسب مالها يكون سالب لكونها من نوع تدخل على اشاره على الطرف السالب. النوع الاخير والمهم هو الديفرنس امبليفاير، عندما تدخل اشارتين على الطرفين على السالب وعلى الموجب، اشارتين الفي 1 تدخل على السالب والفي 2 تدخل على الموجب عبر مقاومات للدخل ار 1 وار 2، طبعا ها بعدين عندما تتساوها الى حاله خاصه، نلاحظ هذا الامبليفاير يسمى بالديفرنس امبليفاير، وهو راح يفتح لنا باب اوسع الى ما يسمى بالانسترومنتيشن امبليفاير. طبعا الديفرنس امبليفاير او يسموه بالديفرنشال امبليفاير هو الامبليفاير المسؤول عن تكبير الفرق بين اشارتي الدخل على الاوبريشن امبليفاير، هو ليس اشتقاقي كما نلاحظ هنا ديفرنشال، يعني يختلف عن الديفرنشيتر هذاك اللي يقوم باشتقاق الموجة، مثلا يحول الساين الى كوساين، الكوساين الى ناقص ساين، او تكامل او اشتقاق الاشارة السكوير يحولها الى مثلثية وهكذا. لكن هذا بالحقيقة الديفرنس هو تكبير الفرق بين اشارتين على الدخل، ولازم الاشارتين على الدخل تكون غير متساوية او مختلفة بالطور او بالمقدار او بالزاوية، فيكبر الفرق بين الاشارات يسموها بإشارات المعلومات او الاشارات المرغوبة. هذا يفتح باب على ما يسمى بال
امبليفاير التقييس او المقاييس ومهم جدا. نلاحظ هنا شكل هذا الدفرنس، عندي هنا مدخل فولتية تدخل على الطرف السالب عن طريق مقاومة R1، وفولتية ثانية V2 تدخل على الطرف الموجب عن طريق مقاومة R3، وعندي منه انا R فيدباك، وعندي مقاومة هنا R4 للتجزئة. ممكن الان نطبق عليها كيرشوف كرنت لو في نقطة الاي وفي نقطة البي حتى نجد قيمة الفي اوتبوت بالنسبة للمداخل، حتى نجد القانون الخاص بهذا الامبليفاير اللي هو الدفرنس امبليفاير. اذا طبقنا قانون كيرشوف كرنت لو عند نقطة الاي هاي نوت، فنقول التيار الداخل اللي هو من المصدر اللي هو خلينا نقول الاي 1 يساوي ان التيار الخارج اللي هو المار بالمقاومة R2 اللي هو الاي 2، لان التيار الداخل على الاوبريشن امبليفاير يعتبر صفر، وهذه من مواصفات الايديال اوبريشن امبليفاير. وايضا يعتبرون فولتية الدخل بين الفولتية بين دخلي الاوبريشن امبليفاير يعتبر متساوين، وكانما انا عندي شورت سيركت بين الاثنين، وبالتالي عندي الفولتية VA هي نفسها الفولتية VB بهذا الشكل، يعني راح تكون هاي جهدها يساوي جهد الVB. نيجي نطبق كيرشوف كرنت لو على نقطة الاي، نقول التيار I1 التيار بالمقاومة R1 هو فرق الجهد على طرفي المقاومة R1، وهو الطرف الأيسر اللي هو جهدها أعلى ناقص الطرف الأيمن اللي هو جهدها أقل. الطرف الأيسر هو نفسه جهد المصدر V1، أما الطرف الأيمن على R1 هو جهدها VA، وهي النقطة الموجودة بالمثال أو السؤال هذا أو الشكل. فنقول ممكن نقول جهد الأكبر V1 ناقص الجهد الأقل VA مقسوم على R1 هو التيار I1، V1 ناقص VA على R1 يساوي التيار المار بالمقاومة 2، أيضا يساوي أن فرق الجهد على طرفين المقاومة 2 الجهد الأعلى هو VA، والجهد الأدنى أو الأقل هو على يمين المقاومة اللي هو VO، لأن هاي هي نفس VO واللي هو فرق الجهد منها إلى الجراوند. فممكن نقول الآن VA ناقصا VO مقسوم على ال R2، هذول التيارين متساوين، طرفين وسطين، نوصل الى المعادلة رقم 416. نخليها على صفحة. الان نطبق كيرشوف كرنت لو على النقطة الاخرى اللي هو ال VB، على النقطة VB. الان التيار الخارجي من المصدر خلينا نسميه I3 مثلا، والتيار الداخل بالمقاومة خلينا نسميه I4، اما الداخل بالاوبريشن امبليفاير فقيمته صفر. التيار I3 هو فرق الجهد على طرفين المقاومة R3، واللي يساوي جهد النقطة الاكبر اللي هو ال V2 اللي هو على يسار المقاومة ناقص الجهد على يمين المقاومة اللي هو VB، ف V2 ناقصا VB مقسوم على المقاومة R3، هذا هو التيار المار بالمقاومة R3. اما التيار اللي داخل على المقاومة R4 هو فرق الجهد على طرفي VB ناقص الجهد الاسفل اللي هو صفر، جهده بالنقطة العليا هي VB وجهده بالنقطة الاسفل المعرضة هو صفر، ف VB ناقص صفر. ايضا طرفين وسطين ممكن نوصل الى المعادلة ان VB يساوي ان V4 في V2 على R3 ناقصا R3 زائدا R4. اكو طريقة ثانية ممكن لإيجاد قيمة الـ VB او جهد النقطة VB. لو نجي نلاحظ هنا بالنسبة لأوبريشن امبليفاير، التيار الداخل على أوبريشن امبليفاير على الطرف الموجب قيمته صفر، لذلك عندي مقاومتين هنا مربوطات على التوالي على المصدر فقط. فإذا أجد جهد النقطة VB هو نفس فرق الجهد على طرفي المقاومة R4، وفرق الجهد على طرفي المقاومة من مجموع مقاومتين R3 و R4 ممكن نجدها بالفولتج ديفايدر رول، يساوي المصدر الرئيسي في قيمة المقاومة R4 على مجموع المقاومتين R3 زائدا R4. إذن هاي الطريقتين ممكن إيجاد المعادلة الثانية اللي هو جهد النقطة VB. طبعا جهد النقطة VB راح يكون هو المدخل الفولتية على الطرف الموجب، هو راح يكون مدخل الفولتية على الطرف الموجب، اما الـ VA هو المدخل على الطرف السالب. المهم انا عندي معادلتين، طلعت بالمعادلة الاولى VO بدلالة الـ VA والـ V1، عندي الـ V1 معلوم اما الـ VA مجهول، طلعنا الـ VA الـ VB بالمعادلة الثانية. لو نرجع مالتنا الدائرة، احنا نعرف الـ VA والـ VB ضمن مواصفات الـ Idle Operation Amplifier هي مداخل واكو شورت بيناتهم، اذا فرق الجهد متساوي، اذا VA يساوينا VB. اذا ممكن هنا مكان الـ VA هنا نقول يساوينا الـ VB، الـ VA يساوينا الـ VB.
الفي اي يساوي الفي بي، ونعوضها بالمعادله من المعادله رقم 17 بالمعادله رقم 16. حتى وراء التعويض راح ننتج لنا المعادله النهائيه انه الفي او هذا باللون الاخضر يساوي ار2 على ار1 في ار1 زائد 1 زائد ار1 على ار2 مقسوم على ار1 زائد ار3 على ار4 من في2 ناقصا ار2 على ار1 من في1. بالحقيقه هاي لو اريد نطبقها ونحلها بطريقه اسهل ممكن بطريقه السوبر بوزيشن. يعني شلون؟ بالبدايه نهمل هذا المصدر وتصير عندي في او1، فبما انه صارت شورت هاي المقاومه راح تهمل لان التيار صفر، وبذلك تهمل هاي الدائره ويصير عندي هذا كانما مربوط الى الجراوند هذا الموجب، وعندي المصدر الاول داخل على السالب، فاذا هو هذا من نوع انفرتنج، وممكن نطلع الاوتبوت الاول على اساس انه ناقصا انفرتنج ناقصا ار2 على ار1 من في1، هاي الفولتيه الاولى. اما الفي او2 هو الفولتيه الثانيه بواسطه السوبر بوزيشن، نلغي المصدر الاول، والمصدر هذا راح يكون بالتجزئه راح تطلع هنا جهد على جهد على نقطه الفي، وكانما انا عندي مصدر على نقطه الفي زائد ناقص ونطلع جهدها. فهذا المصدر الداخل او الجهد الداخل على الموجب يجعل من عنده نون انفرتنج، بينما الطرف السالب عبر مقاومه رايح للارضي ممكن نطبق عليه قاعده 1 زائد ار2 او الار فيدباك على مقاومه الار1 في قيمه الفي انبوت، هذا هو يساوي لنا الفي اوتبوت في الحاله الثانيه. في الحاله الثانيه ولكن من نقصد هنا الفي انبوت؟ الفي انبوت بالحاله الثانيه اللي هو الداخل على الطرف الموجب اللي هي نفسها في بي، اذا راح تكون هاي مكانها في بي، وهو الفي بي هنا هي نفسها الفي اي، نفسها الفي اي اللي ذكرناها سابقا. فنلاحظ هنا أنا بالحقيقه بعد الاشتقاق تطلع عندي الفولتيه في اوتبوت يساوي في 2 ناقص في 1 باستخدام كيرشوف كرنت لو على النقاط نقطة مدخلي الاوبريشن فاير، عند النقطة A نطبق كيرشوف كرنت لو، عند النقطة الـ VB نطبق الكيرشوف كرنت لو، أو نستخدم السوبر بوزيشن لاستخراج الـ VO ويساوي الـ VO1 زائدا الـ VO2. VO2 وبكل الأحوال راح نوصل إلى نفس المعادلة هذه اللي باللون الأخضر رقم 18، هو هاي المعادلة الخاصة بالدفرنس امبليفاير. من مواصفات هذا الدفرنس امبليفاير وصفة به مهمة جدا انه له القابلية على رفض الاشارات الغير مرغوب بها، يعني يسوي ريجكشن عالي جدا للاشارة الغير مرغوب بها، وهي يسموها بالكومن اي الاشارات المتشابهة التي تأتي بنفس القيمة ونفس الطور ونفس التردد. فاذا جت الـ V1 تساوينا الـ V2 فراح يرفضها تماما ويطلع بالاوتبوت صفر، فاذا هذا الطرف راح يصير صفر، فيصير عندي بهالحاله ممكن ننقل احدهما للطرف الاخر وراح يساوون بهالحاله هذا المقدارين، نشطب الفي 1 مع الفي 2 لانه اشارات متشابهه نسميها كومن متشابهه، وبهالحاله الفي 1 راح تروح مع الفي 2 والار 2 على الار 1 تروح مع الار 2 على الار 1، وبعد ضرب طرفين ووسطين ننتج الى ان الار 1 على ار 2 يساوي ار 3 على الار 4. هذا الشرط بجعل الار 1 على ار 2 نسبتها مثل الار 3 على الار 4 يجعل من الدفرنس امبليفاير يرفض الاشارات المشتركه، اي اشاره النويز، هاي المقصود بالاشارات المشتركه اللي تجي نفس التردد ونفس الطور نفس القيمه، اما الاشارات المختلفه تعتبر اشارات مرغوبه يراد التكبير الفرق بين هاتين الاشارتين. بالحقيقه هنا أنا لو جعلنا الار 1 على الار 2 مثل الار 3 على الار 4 يكتسب هذا الابرنشل فارس صفه رفض الاشارات الغير مرغوب بها، يعني مثلا نسوي هذا 1 كيلو وهذا مثلا 10 كيلو، ونسوي مثلا الار 3 مثلا 50 كيلو، اذا هذا لازم يصير 500 كيلو مثلا، يعني بحيث 1 الى 10 هو 10، 50 الى 500 ايضا 10، وممكن نجعلها كلهن 10 كيلو، يعني هاي 10 وهذا 10 راح يصير نسبته واحد، وهذا ايضا يسوي 10 وهذا يسوي 10، ايضا تحقق الشرط. اذا حققت هذا الشرط ار1 على ار2 يساوي ار3 على ار4 راح تساوى عندئذ بهالحاله هذا ينشطب مع هذا وينشطب هذا مع هذا، ويصير عندي فقط الفي او العفو الار2 على الار1، تبقى فقط ينشطب عندي الار1 على ار2 يساوي الار3 على ار4، هذا راح يساوى ينشطب مع بعضه ويظل فقط ار2 على ار1 مشترك، ويظل عندي فقط في2 ناقصا في1
هذا هو الحقيقه فولتيه خرج الاوبريشن امبليفاير من نوع ديفرنس امبليفاير حتى يكتسب صفه رفض الاشارات الغير مرغوب بها. فهذا هو الكسب بالحقيقه، هاي هي الفولت، هذا هو التكبير مالتي يساوي الفرق بين الاشارتين، ينظر في R2 على R1 يعني مقاومة الفيدباك على مقاومة الدخل، على مقاومة الدخل. هذا هو فولتية الخرج النوع ديفرنس امبليفاير. اكو نقطة مهمة جدا، اذا جعلنا ال R2 تساوي ال R1 فممكن يختصر ال R2 مع ال R1 فيصير ال V2 فقط او ال V output يساوي V2 ناقص V1. يعني لو نطي على ال V2 10 فولت وال V1 مثلا نطيناه 2 فولت، فالفرق ايش راح يساوي لنا؟ الفرق راح يساوي لنا 8. اذا صارت هاي كانما حاسبه تجري عمليه الطرح بين الرقمين، فتحول هذا الدفرنس امبليفاير الى سبتراكتر طارح، سبتراكتر عندما نجعل R1 يساوي لنا R2. نعطي مجموعه من الامثله. يقول صمم لي اوبريشن امبليفاير بهذه الفولتيه الخارجيه. نلاحظ من هذا الشكل هاي الفولتية الخارجية إنما تشبه لهذا. هسه لو لاحظ ناقصا 5V1 زائدا 3V2، أولا بيها إشارة ناقص، ثانيا بيها إشارة زائد، إذا هو بي سامينج وبي ديفرنس. إذا لو لاحظ هاي الإشارة نجي ننقلها إلى الأعلى، ناقص 5V1 زائد 3V2، نجي ننقلها هنا ناقصا في أوتبوت تساوينا ناقصا 5V1 العفو زائد 5V1 ناقصا، خلينا نرجع نعيدها بالله شنو الإشارة مالتنا حتى نتأكد من عندها. السؤال يقول ناقص 5V1 زائدا 3V2 ناقصا 5V1 ناقص 5V1 زائدا 3V2. لو نجي نقارن الآن، لو نجي نقارن هنا عندي V1 وهنا عندي V1 بالمعادلة 4-18، إذا الناقص 5 هو نفسه ناقصا R2 على الـ R1، إذا R2 على R1 يساوينا 5، وهذا الكسر هذا اللي بصف الـ V2 يساوينا 3، إذا بالمقارنة نقدر نقارن نقول R2 على R1 يساوينا 5، و R2 على R1 في 1 زائد R1 على R2 هذا الكسر كاملة 1 زائد R3 على R4 يساوينا 3، إذا بالمقارنة نجي نقول R2 على R1 يساوي لنا 5، إذا R2 طرفين وسطين يساوي لنا 5 من الـ R1، والكسر الآخر يساوي لنا 3. ممكن نعوض عن R1 على R2 في هذا الكسر، R2 على R1 هو 5، إذا R1 على R2 هو 5، هو 5. عندنا R2 على R1 أيضا ممكن نعوض عنها ب 5، وعندنا هذا يساوي 3 من معطيات السؤال اللي هي هاي، لان هاي عندي 3 ووسطين طرفين، نتوصل الى انه ال R3 1 زائد R3 على R4 يساوي 2، اذا R3 يساوي لنا ال R4. هذا الحل مالته مجرد سطرين. اذا طينا لل R1 مثلا 10 كيلو فاذا ال R2 50 كيلو، واذا طينا لل R3 مثلا 20 كيلو اذا الـ R4 ايضا 20 كيلو. هو هذا التصميم. يجي غير طالب يفرض غير فرضيه، يفرض الـ R1 يساوي 20، نضرب الـ 20 في 5 يساوي 100. غير طالب يجي غير يفرض غير فرضيه، هو هذا الديزاين وهذا الحل صحيح. الطريقه الثانيه بما انه تقول عندي هنا بالاشاره عندي سالب وموجب، اذا هنا عندي ديفرنس وعندي انفرتر، ديفرنس امبليفاير سامنج امبليفاير وعندي انفرتر سامنج وانفرتر. ليش السامنج من اجي؟ اجي هنا لين عندي 2، عندي 2. والانفرتنج من اجي؟ اجي من السالب، الانفرتنج اجي من السالب، السالب يؤدي الى انفرتر امبليفاير، وهاي الاثنين بالحقيقه عباره عن عمليه سامنج امبليفاير. فهنا نجيب سامنج وهنا نجيب انفرتر. شلون عرفنا هذا سامنج وهذا انفرتر؟ شوف الانفرتر الانبوت داخله على السالب، واكو مقاومه دخل ومقاومه فيدباك، هذا بالنسبه للسمج. الاوتب مالته راح يدخل مدخل على الاوبريشن امبليفاير الثاني، عندي هنا دخل هو V1 او VA، وهنا دخل ثاني على الطرف الثاني، وعندي هذول الدخلين عبر المقاومتين دا يدخلون اثنيناتهم على السالب، وهذا لمن يشبه؟ يشبه السمج. مصدر اول داخل عن طريق مقاومه الى السالب، ومصدر ثاني داخل عن طريق مقاومه ايضا الى السالب، فهذا سمج. إذا هذا ممكن نطبق عليه المعادلة هاي،
واما الاول ممكن لانه انفرتر ممكن نطبق عليه المعادله الاولى لانفرتنج، لان عندي مصدر داخل على السالب واكو فيدباك، فيعتبر هذا الاول الاوبريشن امبليفاير الاول عندي مصدر داخل على السالب وعندي مقاومة دخل وفيدباك، اذا هذا انفرتر. وعندي هذا الانفرتر الاوبريشن امبليفاير الثاني اللي هو على اليمين عندي بيه مدخلين، مدخل يطب على السالب اثنينات العفو المدخلين يطبون اثنين على السالب، اذا هذا يعتبروه سامنج. نجي الان ننفذ النظريات مالتي بما انه انطبقت عليها نفس مواصفات الاوبريشن امبليفاير الاول انفرتر والثاني سمر او سامنج انفرتر. نجي بالنسبه للانفرتر، الانفرتر يقول الخرج مال الانفرتر الاول اللي نسميه في او، خلينا نقول في او 1 مثلا، في او 1 تساوي لنا ناقص، ليش؟ لان انفرتر قيمه الفيدباك العفو اول مره نتكلم على السامنج، نجي اول مره نتكلم على السامنج للطرف الايمن، واذا اخذنا بالعكس بدينا بالانفرتنج ايضا ماكو اشكال، لان هي معادلتين راح نحلو نضمن واحده بالثانيه. بالنسبه للمعادله السامنج هذا عندي مدخلين، المدخل الاول هو في 1 والمدخل الثاني هو في اي. نجي على مدخل نجي بالنسبه للانفرتنج شو يقول بالنسبه للسامنج، هاي هي معادله السامنج، يقول تضرب المداخل في المقاومة الفيدباك على مقاومة الدخل مضروب في إشارة سالبة، ثم تدخل على المدخل الثاني أيضا في R فيدباك على R2 في إشارة أيضا سالبة. نجي هنا نقول مقاوم ناقص هاي ناقص بالنسبة للمدخل الأول، المدخل الأول هو VA، هذا هو المدخل الأول مضروب في مقاومة الفيدباك اللي هي 5R1 مقسوم على مقاومة الدخل اللي هي 5R1 أيضا 5R1، ينطرح ايضا من عنده او ينجمع، ولكن الاشاره راح تكون سالبه مشتركه. نجي بالنسبه هنا المدخل الثاني هو في 1، هذا هو المدخل الثاني في 1، مقاومه الفيدباك مشتركه للاثنين هو 5 ار 1 مقسوم على مقاومه الدخل مال المصدر الاخر هو ار 1 ار 1. بعد ممكن نشطب الان 5 ار 1 مع ال 5 ار 1 والار 1 مع الار 1 ظل فقط 5 وتطلع عند المعادله ناقصا 5 ناقصا في اي ناقصا 5 في 1. هذا بالنسبه للسامنج امبليفاير موجود على على جهه اليمين. بالنسبه للثاني تنطبق عليه معادله او مواصفات الانفرتر، والانفرتر شو يقول؟ يقول الاوتبوت مال الانفرتر اللي هو بالشكل عندي الاوتبوت مالته هو في اي، الاوتبوت مالته في اي زين، يساوي ان الانبوت مالته اللي هو في 2، الانبوت مالته هو في 2 مضروب في طبعا بالسالب اشارته لان انفرتر في قيمه المقاومه الفيدباك اللي هو 3 ار 2 3 ار 3 مقسوم على مقاومه الدخل اللي هو الار 3 حسب القانون مال الانفرتر، حسب قانون الانفرتر اللي هو هذا ناقصا ار 2 على ار 1 مقاومه الفيدباك على مقاومه الدخل في اشاره الدخل زين، هنا مقاومة الفيدباك 3 R3 على مقاومة الدخل R3 في سالب وإشارة الدخل هي V2. الآن ممكن الآن المعادلة رقم 4 ورقم 5 نستفاد منها بأن نعوض الـ VA الموجودة بالمعادلة رقم 5 بالمعادلة رقم VA الموجودة في المعادلة رقم 4 ونوصل على أنه الـ V output بسهولة بعد التعويض تساوي 3 V2 ناقصاً 5 في 1، اذا هذا تحقق الشرط اللي راده، اذا مالنا الديزاين هو هذا الشكل، هو هذا الصحيح الشكل الصحيح. من جبنا هذا رقم 5 لان انا عندي بالمعادله السؤال مالتي الموجود المطلب مالتي عندي 5 وعندي 3، فخلينا هذا الخمسه وهاي هي الثلاثه. هذا هو الديزاين المطلوب، الان لازم نعطي ارقام، نعطي مثلا للار 1 مثلا 1 كيلو. اذا 5 ار 1 ايش راح تكون 50 كيلو، هنا راح يصير 1 كيلو على ار 1، نطي للار 3 مثلا 10 كيلو، اذا 3 ار 3 هي 30 كيلو، وهكذا راح نثبت هنا، نكتب هنا 50 كيلو، نكتب هنا 50 كيلو، نكتب هنا مثلا 1 كيلو او 10 كيلو، مثلا 10 كيلو الار 1 10 كيلو، اذا فرضت الار 3 مثلا 1 كيلو راح يصير 3 ار 3 3 كيلو، وهكذا اي فرضيه الطالب يقدر يفرضها، اي فرضيه يفرض تفرض للار 1 قيمه ونضربها في 5 ونحط ارقام مكان هاي نحط يمها ويساوي هكذا ويساوي لنا ارقامها بالكيلو اوم، طبعا القيم تختارها بالكيلو اوم، يعني بكيفك تختار الار 1 10 كيلو والار 3 مثلا 20 كيلو،
أو تختار اثنينات متساويات وساوينا 10 كيلو ماكو فرق. المثال رقم 4-7 يسمى بالانسترومنتيشن امبليفاير، وهذا هو شكل انسترومنتيشن امبليفاير. طبعا انسترومنتيشن امبليفاير مهم جدا، وهو مشتق من الديفرنس امبليفاير، مشتق من هذا النوع الاخير، هذا الديفرنس امبليفاير واشتقينا من عنده الانسترومنتيشن امبليفاير. بالحقيقة هذا مهم في تطبيقات المقاييس ويستخدم بكثرة، وهو مهم جدا في عمليات القياس. وبهذا المثال يقول اثبت لي ها الاشتقاق صحيح، انه يطلع الاوتبوت بعلاقة الانبوت. اولا عندي هنا مدخلين واريد نكبر الفرق بيناتهم، هو هذا شغل الديفرنس امبليفاير، يكبر الفرق بين مدخلين، فهاي المدخلين يضربها في كسب وهذا هو الكسب، فاريد تثبت هذا. فالإثبات مالته أيضا جدا سهل، ممكن أنه نشتغل على المعادلات اللي في مدخل الأوبريشن أمليفاير. طبعا هنا لو نلاحظ هنا عندي بالمداخل عندي اثنين أوبريشن أمليفاير من نوع non-inverting، لأن المسار داخل على الموجب، وبالأوتبوت هو بالحقيقة واحد على السالب وواحد على الموجب، هذا هو difference amplifier. ديفرنس امبليفاير هذا يطبق عليه قاعده الديفرنس امبليفاير. اما هذا النون انفرتنج ما نقدر نطبق عليه، لان القانون يقول بالنسبه للنون انفرتنج لازم عندي بالنسبه للنون انفرتنج تدخل على الموجب، اما السالب مربوط بمقاومه الى الجراوند. هنا صح المصدر دخل على الموجب بس السالب غير مربوطه بمقاومه على الجراوند، لذلك ما اقدر اطبق على قاعده النون انفرتنج استخدم نفس القانون، لذلك نلجأ الى طريقه اخرى كانت تكون طريقة الكرشوف فولتج لو والكرنت لو أو غيرها من القوانين الأخرى للوصول إلى الحل بطريقة غير القاعدة المعتاد عليها. أولا بالنسبة للأوبريشن أمبليفاير رقم 3، هذا يشبه تماما الديفرنس أمبليفاير الموجود في الشكل السابق اللي هو مدخلين، عندي هنا مدخل وهنا مدخل، واللي هو موجود باللكتشر نوت نلاحظ هنا هذا ويشبه هذا الديفرنس أمبليفاير، عندي مدخلين عن طريق مقاومتين، هنا ايضا عندي مدخلين عن طريق المقاومه R1، هنا طريق المقاومه R1. صحيح هنا ما عندي مصادر في مداخل الاوبريشن امبليفاير، ولكن هاي المداخل مال الاوبريشن امبليفاير تعتبر مخارج للغير اوبريشن امبليفاير، يعني الاوبريشن امبليفاير 1 و2 لها مخارج، تعتبر مخرج الاوبريشن امبليفاير الاول هو VO1 ومخرج الامبليفاير الثاني امبليفاير الثاني هو VO2. ال VO1 وال VO2 هاي المخارج تعتبر مداخل الاوبريشن امبليفاير رقم 3. اذا ممكن انا نطبق عليه حسب القاعدة وحسب الشكل اللي هو يتوافق مع الديفرنس امبليفاير تماما، ممكن نطبق هاي القاعدة ان ال VO يساوينا R2 على R1 مضروبة في V2 ناقصا V1، يعني نقسم ال R2 الفيدباك على مقاومة الدخل ونضربها في الفرق بين الفولتيتين، فنقدر نقول VO يساوينا R2 على R1 في الفرق بين المدخلين، مدخلي الأوبريشن أمبليفاير هي VO2 وVO1، VO2وVO1. هاي المعادلة رقم واحد. نجي إلى المعادلة الثانية حتى، لأن الVO2 والVO1 هي غير معرفة، غير معرفة لازم نعرفها. كيف تعرف؟ نقدر نقول الVO2 ناقص الVO1. عندي بما أنه التيار الداخل على الأوبريشن أمبليفاير الأول صفر والداخل على الأوبريشن أمبليفاير الثاني صفر، إذا التيار المار من الـ VO1 إلى الـ VO2 هو نفس التيار على التوالي، وهو نفس يمر عبارة عن ثلاث مقاومات R3 وR4 وR3 مربوطة ثلاثة على التوالي، لأن لا يوجد تيار، ما يتفرع التيار مباشرة، يطلع من VO1 إلى VO2 حسب ما هو مؤشر بالشكل. إذا ممكن نطلع قيمة هذا التيار يساوي فرق الجهد على طرفي كل المقاومات، واللي هو الـ VO1 ناقصاً الـ VO2 مقسوم على مجموع المقاومات الثلاثة اللي هو الـ R3 زائد R4 زائد R3، أو الفرق الجهد بين النقطتين VO1 و VO2 هو عبارة عن التيار في مجموع المقاومات الثلاثة، وعندي R3 و R3 مكررة راح يصير I في I في 2 من R3 زائد R4. إذا فرق الجهد بين النقطتين VO1 ناقصاً VO2 يساوي ان التيار المار في المقاومات الثلاثة في قيمة المقاومات الثلاثة، فيطلع عندي
ال VO1 ناقص ال VO2 هو I في مضروب في الاثنين من ال R3 زائدا R4، ولكن ال I هو مجهول. ممكن نطلع التيار I، كيف نطلع التيار I المار لثلاث مقامات؟ ما نرجع لنفس القانون نقول VO1 ناقص ال VO2 راح يصير حلقة مغلقة، وإنما نقدر نقول التيار هو نفس التيار المار بالمقامة أربعة، ويساوينا فرق الجهد على طرفي المقامة أربعة مقسوم على قيمة المقامة أربعة. وجهد النقطة العلوية لل R4 هو VA، واللي هي نفس الفولتية الداخلة على الطرف السالبي أوبريشن بالفاير الأول، وهي نفسها ال V1 لأنه نفس النقطة متواصلة، لأن الطرف الموجب مع السالب شورت سيركت، حيث أنه مدخل أوبريشن بالفاير يعتبر شورت سيركت، فنفس الجهد V1 يساوي V2. وبنفس الطريقة عند ال VB اللي هو الطرف السفلي من المقامة R4 هو نفس مدخل الى السالب الاوبريشن الفار الثاني، وهو نفس مدخل الموجب الاوبريشن الفار، ويساوي لنا ال V2. اذا ممكن نعوض عن ال VB بال V2 ونعوض عن ال VA بال V1. اذا ممكن هاي المعادلة اللي بيها التيار I قلنا هي عبارة تيار يساوي فرق الجهد على طرفي المقاومة R4 مقسوم على ال R4، وفرق الجهد على طرفي المقاومة R4 هو VA ناقص VB، والVA هي V1 والVB هو V2. إذا ممكن نقول V1 ناقصا VB مقسوم على R4، فإذا الآي يساوي أن V1 ناقص V2 على R4. نعوضها للمعادلة رقم 2 هنا حتى نتخلص من الآي، ورا ما نتخلص من الآي نطلع الVO1 ناقصا الVO2 بدلالة القيم المعلومة، ثم نعوضها بالمعادلة رقم 1، وبعد التعويض تطلع عندك المعادلة النهائية بالشكل التالي، وهو إثبات لما هو مطلوب بالسؤال. توجد هنالك تقنية في ربط الأوبريشن أمبليفاير عندما يأتي أكثر من أوبريشن أمبليفاير، نربطها بشكل كاسكيد، بحيث الدخل للأوبريشن أمبليفاير يكون خرج لأوبريشن أمبليفاير، أو خرج أوبريشن أمبليفاير يصير دخل لأوبريشن أمبليفاير آخر، فتربط مع بعضها بشكل حلقة سلسلة، كل واحدة من عدة تسمى بالستيج، الغرض منها زيادة الكسب الكلي للدائرة. نلاحظ مثلا هذا أوبريشن أمبليفاير بيدخل وبيخرج، نربط الخرج مال الأول على دخل الثاني، وخرج الثاني على دخل الأول، وهكذا الغرض من عدها لزيادة الكسب. نلاحظ بأنه دخل الأوبريشن أمبليفاير الأول هو V1، فخرج الأوبريشن أمبليفاير الأول هو V2، وليساوين الدخل في الكسب ويساوينا A في V1. الآن الدخل مع الأوبريشن أمبليفاير الثاني اللي هو الخرج مع الأوبريشن أمبليفاير الثاني هو نفسه دخل للأوبريشن أمبليفاير الثاني، الخرج مع الأوبريشن أمبليفاير الأول هو نفسه دخل للأوبريشن أمبليفاير الثاني، وبالتالي هذا الخرج هو نفسه ممكن أن نضربه في كسب الأوبريشن أمبليفاير الثاني في A2، ويطلع الخرج مع الأوبريشن أمبليفاير الثاني اللي هو يسموه V3، واللي هو نفسه دخل للستيج الثالث، نضربه في كسب الثالث يطلع الاوتبوت الكلي. اذا الاوتبوت الكلي كانما يساوي ان الكسب الاول مال الستيج الاول في كسب الثاني للستيج الثاني في الكسب الثالث للستيج الثالث مضروب في دخل الستيج الاول. فكانما لو كان انا عندي الكسب مال الاول 10 مثلا، والثاني مثلا نقول 10 والثالث 10، راح يصير الكسب الكلي ألف مرة يتم تكبير فولتية الدخل، وبالتالي هذا الكاسكيد يصير عملية تكبير للإشارة عندما تكون إشارة ضعيفة. طبعا هنا ما يكون أحد هالستيجات هو حمل للثاني، لأن كل واحد من الستيجات مقاومة الدخل مالته عالية جدا، لأنه ايديال اوبريشنال امبليفاير. عندي بالنسبة لهذا السؤال يحتوي على اثنين اوبريشن امبليفاير، هذا على اليسار مربوط على المصدر، وعلى اليمين مربوط على هو حمل للاول، يعني الخرج مال اوبريشن امبليفاير الاول هو في اي مربوط كدخل الاوبريشن امبليفاير الثاني حتى يطلع في او، فيريد من عندك نسبه الخرج الكلي الفي او على الدخل الانبوت الاصلي، فما هو العلاقه بيناتهم فكيف نطلعها. اولا لو نلاحظ بالنسبه للاوبريشن امبليفاير اللي هو على اليسار، عندي مصدر داخل على الطرف الموجب، والسالب عندي فيدباك ومقاومة مربوطة، فإذا هذا هو من نوع non-inverting، وهو هذا non-inverting اللي هو الربط من النوع الثاني،
والكسب مال التواحد زائد ان ار فيدباك على الاوتبوت في اشاره الدخل نون انفرتنج، عندما تكون الاشاره داخله على الطرف الموجب، اما الطرف السالب فتربط عبر مقاومه، هناك مقاومه فيدباك. نجي بالنسبة للأوبريشن أمبليفاير على اليمين الطرف الثاني، أيضا عندي إشارة الخارجة من الأوبريشن أمبليفاير الأول راح تكون داخلة نفسها كفولتية إلى الأوبريشن أمبليفاير على اليمين الأول، وعندي مقاومة أيضا مربوطة على الطرف الأيسر مع الجراوند وكو مقاومة فيدباك. إذا هذا أيضا من نوع نون إنفرتينج، ليش؟ لأنه الفولتية داخلة على الموجب، جهد الأوبريشن أمبليفاير الأول في النقطة أي داخل على الموجب للأوبريشن أمبليفاير الثاني، وبالتالي نقدر أيضا نطبق عليه نفس القاعدة للأوبريشن أمبليفاير من نوع نون إنفرتينج. وممكن نقول بالنسبة للأوبريشن أمبليفاير الأول اللي هو على اليسار، الأوتبوت مالته هو VA وهو الأوتبوت مال الأوبريشن أمبليفاير الأول، ويساوي واحد زائد مقاومة الفيدباك في فولتية الدخل للأوبريشن أمبليفاير الأول. فولتية الفيدباك هي 12 مقسوم على المقاومة الانبوت هي 3، صارت 12 على 3 مضاف الى 1 في اشارة الدخل اللي هي 20 ملي فولت، وتطلع 100 ملي فولت. هذه الفولتية اللي هي الفي اي اللي خرجت على الاوبريشن امبليفاير هي نفسها اشارة داخلة للاوبريشن امبليفاير الثاني، اوبريشن امبليفاير الثاني. فلو نجي الاوبريشن امبليفاير الثاني نجي ما هي إشارة الدخل مالته؟ إشارة الدخل مالته مال الثاني هي نفسها VA، هي نفسها VA، وهي تعتبر خرج الأوبريشن أمبليفاير الأول. نجي هذا أيضا من نوع نون إنفرتينج أمبليفاير. قيمة الفيدباك هو 10 اللي هو الار فيدباك 2، قيمته 10، والأنبوت مالتها المقاومة اللي هي مربوطة مع الجراوند 4 ومضاف إليه 1، مضروب في منو؟ مضروب في الفولتية الداخلة على هذا الأوبريشن أمبليفاير واللي هي نفسها VA واللي طلعناها قبل شوية قيمتها 100 ملي فولت، فنضرب في 100 ملي فولت ويطلع 350 ملي فولت. هاي طريقة. أكو طريقة ثانية نقول بما أنه هو كاسكيد، إذا هو V output يساوي إن الكسب الأول في الكسب الثاني في فولتية الدخل الأصلي المالي الأول، الدخل الأصلي مال الأول، الدخل الأصلي مال الأول اللي هو 20 ملي فولت أول ستيج، الكسب مال الأول اللي هو هذا مال الأول، هذا هو قانونه، هذا هو الكسب مال الأول، هذا هو قانون الكسب الأول، والكسب مال الثاني أيضا هذا هو قانونه، فنقدر نضرب الكسب هذا في الكسب هذا في فولتية الدخل ويطلع نفس الناتج. شوف الثاني الكسب الأول 1 زائد R feedback 1 على R1، في كسب الثاني R زائد feedback 2 على R2 في الإشارة الأصلية الأولية الداخلة على الستيج الأول، ويطلع نفس النتيجة. المطلب الآخر يريد ما هو التيار IO، التيار IO. أكو طريقتين، بما أن هذا التيار الداخل من نقطة B على operation fire يساوي 0، إذن هاي المقامتين الاثنيناتين على التوالي، إذا ممكن نقسم فرق الجهد على المقامتين دول الاثنين اللي هو الـ VO ناقصا الجهد الثاني اللي هو الصفر مقسوم على المقامتين على التوالي، فيصير VO ناقص صفر على مجموع المقامتين 10 زائد 4 يطلع التيار. أكو طريقة ثانية، ممكن نقول التيار المار IO هو نفس المار في الأربعة كيلو، في الأربعة كيلو فقط هو نفس التيار، الأربعة كيلو فرق الجهد على طرفيها هو VB والطرف الثاني هو صفر. اذا ممكن نقول VB جهد النقطة العليا على المقاومة 4 ناقص منها جهد النقطة السفلى واللي هي صفر، صار VB ناقصا صفر على الاربع كيلو، ولكن ال VB هو جهدها نفسه هو جهد ال VA، وال VA هسه طلعناها بالسؤال قيمته 100 ملي فولت. فهي طريقتين ممكن نحل باستخراج الاي نوت، الا اما نقسم على الفولتية الخارجية على مجموع المقامتين اثنيناتين على التوالي، او جهن النقطة VA مقسوم على الR feedback، وانت مخير لانه هاي مقامتين مربوطة على التوالي فماكو اشكال. بالنسبة للمثال 4-9 في الشكل 35، الفولتية الاولى مطيك اياها 1 والفولتية الثانية مطيك، شوف لازم يطي فولتيتين وما يصير فولتية متساوية، اذا متساوية الفولتيات بالحالة راح يصفرها، يطلع الاوت مالته صفر، ولكن لان مختلفة راح يكبر الفرق بين الفولتيتين، ولهذا الشكل يريد من عندك
يريد من عندك ما هي الفولتية الخارجية إذا كان هاي قيمتها 1 فولت والثاني هي 2 فولت. لو نلاحظ بالنسبة لأوبريشن أمبليفاير ماس سي وهو عبارة عن سمر أو سامنج أمبليفاير، لأنه عندي مدخلين، يعني هذا مدخل الأي ومدخل البي، هاي فولتية الأي وهاي الجوة فولتية البي، داخلين هذول الاثنين على نقطة واحدة على السالب، فإذا هذا هو شكل السامنج أمبليفاير، هذا بالضبط نفسه. لو لغينا هذا الثالث نلاحظ هذا يشبه بالضبط، إذا ممكن نطبق عليه قاعدة السامنج. بالنسبة ذول الاثنين اللي على اليسرى، الإشارات داخلة على السالب عبر مقاومة، الإشارات داخلة على السالب، إذا هذا من نوع انفيرتنج اللي هو النوع الأول، العفو النوع الأول اللي هو انفيرتنج، هذا اللي هو يعطيك إشارة مقلوبة بالسالب ناقصا R فيدباك على الـ R1. إذا هسه ممكن نطبق القاعدة عليها، نقول الـ VO1 بالنسبة للأوبريشن أمبليفاير الأول يساوي مقاومة الفيدباك على الـ R1 في الـ V input. نجي الآن بالأول، هذا بالنسبة للأوبريشن أمبليفاير الأول هو من نوع انفيرتنج، الأوتبوت مالته هو VA، الانبوت مالته هو V1، الفيدباك هو 6، الR1 هو 2، فنقسم 6 على 2 نضربها بإشارة سالب ثم نضربها في فولتية الدخل راح يطلع الـ VA، فإذا نقدر نقول الـ VA يساوي ناقص مقاومة الفيدباك مال A على الR1 مال الـ A ومضروب في فولتية الدخل ناقص 1 في 6 على 2 يساوي ناقص 3. وبالنسبة لخرج الأوبريشن أمبليفاير الثاني أيضا هذا داخل الإشارة على السالب، فإذا ممكن نقول ناقصا فيدباك اللي هي 8 مقسومة على الـ R1 مال الستيج B اللي هي 4 مضروبة في فولتية الدخل V2 يساوينا فولتية الخرج اللي هي الـ VB، فالـ VO2 يساوينا VO2 يساوينا VB هي نفس الـ VB ويساوينا مقاومة الفيدباك على الـ R1 مالتها في فولتية الدخل اللي هي قيمتها 2 فولت في مقاومة الفيدباك 8 إلى 4، مقاومة الفيدباك على مقاومة الدخل هي 8 إلى 4 ومضروبة في إشارة السالب، طلعت عندي فولتية الـ VA وفولتية الـ VB، يعني الفولتية اللي هنا طلعنا قيمتها وفولتية الـ VB. هاي المداخل ممكن الآن أطبقها على السمر أو السامنج أمبليفاير اللي يقول الفولتية الأوتبوت يساوي أن مقاومة الفيدباك مال المدخل الأول أو هذا المدخل الأول الفيدباك اللي هو 10، شوف مال السي، العفو مو هذا، هذا بالنسبة للـ O2، هذا عندي. إذا نتكلم الآن على الستيج الأخير وهو بالرمز السي، بنقول مقاومة الفيدباك مال السي على مقاومة الون مال السي مال المدخل الأول، يعني اللي هي راح تصير 10 على 5، هاي الفيدباك على المدخل الأول هو 5 مضروب في قيمة الـ VA اللي طلعناها ناقص 3، ثم نجمع لها مال الستيج الثاني اللي هو فيدباك مقسوم على المدخل الثاني، مقاومة المدخل الثاني على 15 مضروب في فولتية الـ VB مال المدخل الثاني اللي هي ناقص 4، ونجمعها الكل مضروب في سالب حسب هذا القانون مال السامنج أمبليفاير اللي هو هذا الثاني. يعني هذا كان ملغي، فقط عندي نطبق هذا القانون، فيدباك على R1 V1، فيدباك على R2 V2، ونضربه في إشارة السالب ثم يطلع بعد نصفيها الحسابات تطلع عندي 8.667 هي فولتية الخارج. إذا هنا بس نحدد هوية كل أوبريشن أمبليفاير، ممكن أن نشتغل على القوانين، وإذا كان مخالف للقاعدة يجب أن نستخدم كيرشوف كرنت لو في نقطة الـ A وفي نقطة الـ B لاستخراج المعادلات الضرورية لاستخراج الخرج، ونستخدم نقطة مثلا هنا ولتكن نقطة C أيضا، ثلاث معادلات ممكن أنه نحسب ونطلع فولتية الأوتبوت بالنسبة للفرق بين الأنبوت 1 وأنبوت 2، ونقدر نطلع بها النتائج بنفس الطريقة. ولكن لكون هذه الأوبريشن أمبليفاير تنطبق عليها القواعد العامة اللي بالجدول الموجود هنا الموجود باللكتشر نوت واللي سميناه بالسمري، إذا انطبقت عليه القاعدة ممكن نطبق عليه مباشرة على القيم الموجودة في السؤال ويطلع عندي الناتج مباشرة. إذا الدفرنس أمبليفاير فتحنا الباب أمام موضوع ما يسمى بالإنسترومنتيشن أمبليفاير، وهو هذا أهم أوبريشن أمبليفاير واستخدم بكثرة في عمليات التقييس وعمليات العزل والثيرمو كابل الحراريات وتحويل الانالوج الى
ديجيتال الى انالوج، في منظومات الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، ديجيتال تو انالوج كونفرتر بالداتا اكويزيشن، وهو اصلا هو اكستنشن للديفرنس امبليفاير، يعني هو الاساس مالته هو ديفرنس امبليفاير تم تحويره، وبالحقيقه هو هذا الاصل اللي هو الديفرنس امبليفاير، هو النوع الاخير وهذا هو قانونه. بعض التحويرات الى راح نحوله الى ما يسمى بالانسترومنتيشن، وهذا القانون الاخير يقول هو عباره عن الكسب في فرق اشارتي الدخل، الكسب في فرق اشارتي الدخل، والكسب هو R2 على R1. ولكن بالنسبة للديفرنس امبليفاير راح يصير الكسب مالتي يختلف عن القانون السابق، لان راح اسوي له شوف يختلف، هنا كان R2 على R1، هنا راح يختلف يصير 1 زائد 2R على RG، لان شكل الانسترومنتيشن امبليفاير راح يختلف شكله، يصير بالشكل التالي: 3 اوبريشن امبليفاير اللي على الطرف اليمين هو عبارة عن سمر امبليفاير او ديفرنس امبليفاير، اما على الطرف الايمن عندي 2 من نوع نون انفيرتنج. الاختلاف فقط هنا تكون بالمدخل، عندي مقاومه متغيره بشكل بوتنشيميتر، يعني شلون الفوليوم الموجود بالراديوات والتلفزيونات القديمه مثل البكره ننفر بيها او النوب ممكن ننفر بيه ونغير قيمه المقاومه. وجد بانه بعد الاشتقاق وجدوا بانه الفولتية، شوف نفس القانون، فو اوتبوت يساوي ان الكسب في فرق الفولتيات على الدخل، ولكن هذا الكسب يختلف عن هذا الكسب العام اللي كان R2 على R1، راح يختلف هنا مكانه، الكسب راح يصير 1 زائد 2R على RG، حيث ان الR هي المقاومة الموحدة، هنا شوف الR كلها بنفس القيمة موحدة تكون كل المقاومات، اما الار جي هي قيمه المقاومه المتغيره راح نثبت عليها البوتنشيميتر حتى نطلع الديزاين المضبوط عندنا. طبعا هذا الانسترومنتيشن له مواصفات الديفرنس امبليفاير، بانه اولا هذا الار جي ممكن بواسطه تغييرها ممكن نسوي في التصفير وتضبيط للاوبريشن امبليفاير من نوع انسترومنتيشن لعمليه التقييس. طبعا هذا ممكن تدخل عليه اشارات مختلفة الأنواع، ممكن تدخل عليه إشارات مرغوبة يسموها بالإنفورميشن أمبليفاير، وممكن تدخل عليه إشارات غير مرغوبة يسموها بالضوضاء. يعني مثلا لو دخلت عليه إشارة صغيرة هنا على الشنل الأول، ثم دخلت إشارة أخرى صغيرة ولكنه طور يختلف أو تردد يختلف الأولى على الثانية، الحجم يختلف ما يصير متشابهة، وجدت إشارة ضوضاء، هاي الإشارة الضوضاء أكبر من الاثنين، إشارة كبيرة دخلت على الشانلين، طبعا راح تدخل على الشانل الأول وتدخل على الشانل الثاني. طبعا هاي الإشارات الصغيرة مال الإشارات المعلومات اللي هي الإشارة اللي نريد نكبرها أصلا ذات منفعة، الإشارة اللي تسوي عملية تكبير، راح تركب وين؟ فوق الإشارة الضوضاء. يعني إشارة الضوضاء إذا إجت إشارة بالشكل التالي، هاي إشارة الضوضاء، ثم ركبت عليها ركبت إشارة مال المعلومات صغيرة، راح تركب فوق إشارة الضوضاء وتصير النتيجة النهائية إشارتين بهذا الشكل. راح تدخل إشارة الأولى على الشانل الأول، إشارة الثانية على الشانل الثاني. بالنسبة لإشارة الضوضاء، لكون الإشارة مال الضوضاء مهما كان شكلها راح تطب على الشانلين متساوية بنفس القيمة وبنفس الطور، فراح يرفضها الأوبريشن أمبليفاير حسب القانون اللي يقول V2 ناقص V1، بما أنها متشابهة راح يطلع الأوتبوت مالتها صفر. بينما الإشارات المرغوبة الأصلية هي مختلفة بالطور وبالاتساع وبالقيمة، لذلك راح يطلع لها فرق وتتكبر حسب الكسب اللي هو بالمعادلة رقم 24 ويطلع لها ناتج، فبالأوتبوت راح تجيب الإشارات ويطلع الفرق مالتها ويكبرها، يرفض الإشارة الغير المرغوبة إشارة الضوضاء ويقضى عليها حسب مفهوم الكومن ريجكشن ريشيو، وبنسبة الكومن ريجكشن ريشيو يرفضها توصل إلى قيمة عالية جدا تقترب من الإنفينيتي، بينما يكون يسمح للإشارة المرغوبة يطرحها ويكبرها الإشارات وتطلع الإشارة بالخارج مكبرة وغير مصحوبة بهذا النويز. وهذه من الصفات المهمة جدا في الأوبريشن أمبليفاير عندما يوظف كديفرنس أمبليفاير. نجي نعطي مثال، طبعا عندي هذا هو القانون مع ديفرنس أمبليفاير، عفوا انسترومنتيشن أمبليفاير، هو هذا القانون ان الفي اوتبوت يساوي ان الكسب في V2 ناقص V1، وهو قانون عام لكل ديفرنس أمبليفاير مع عدة انه من يصير من نوع انسترومنتيشن فيكون هو هذا قانون الكسب
يختلف عن قانون الكسب هنا R2 على R1 في الديفرنس امبليفاير العادي وليس من نوع الانسترومنتيشن. فنجي مثلا بهذا المثال، يقول لي المثال اعلاه او للشكل اعلاه، يقول نفرض ان الار قيمتها 10 والاشارة الدخل الاولى 2.11 والثانية 2.17، شوف قريبة من بعضها بس غير متساوية، غير متساوي، فرق جدا قليل. مقاومة التنظيم البوتنشيميتر قيمتها 5، يقول طلع الجين والاوتبوت فولتج. فرأسا القانون الكسب عندي حسب القانون يساوينا 1 + ضعف المقاومة على قيمة المقاومة ار جي. المقاومة ار قيمتها 10 كيلو صارت 2 × 10 كيلو على الار جي قيمته 500 اوم، انقسمه يطلع هاي قيمة الكسب. يعني معناها يكبر هذا الامبليفاير بمقدار 41 للاشارات المرغوبة، تعتبر الفي 1 والفي 2 هي اشارات مرغوبة لانه مختلفة بالقيمة، فيجيب الفرق مالتها ويضرب الكسب يفرق، يجيب الفولتية الثانية اللي هي 2.17 ناقص الفولتية الاولى اللي هي 2.11 يضربها بالكسب ويطلع الناتج النهائي 246 هي فولتية الخرج على الاوبريشن امبليفاير من نوع انسترومنتيشن امبليفاير. وطلاب بالحقيقة هنا أنا عندي هاي مراجعة سريعة لأهم ما شرحناه من أنواع، واللي هو النوع الأول لما تكون إشارة الدخل تدخل على السالب وعبر مقاومة R1 لذلك الكسب أو الفولتية يساوينا ناقصا R2 مقاومة الفيدباك على مقاومة الدخل في إشارة الدخل، والإشارة سالبة لكون هذا الأوبريشن ميفاير من نوع انفيرتينج لكون فولتية الدخل تدخل على الطرف السالب أو الانفيرتينج تيرمينال، وبذلك إذا جت إشارة بالموجب راح يقلبها بالسالب، إذا جت من نوع ساين يشفتها بمقدار 90 درجة، يعني إذا ساين زاوية الصفر راح تشفت بمقدار 90 درجة، أي موجة يقلبها 180 درجة، يعني الساين راح يقلبها إذا كانت هالشكل ساين يقلب الموجب إلى سالب والسالب إلى موجب. شوف هنا الموجب يتحول إلى سالب والسالب هنا يتحول إلى موجب مع التكبير، مع عملية التكبير. وإذا النوع الثاني لما تكون الإشارة تدخل على الموجب والسالب مربوط عبر مقاومة فهذا من نوع non inverting فيعطيك كسب موجب، فإذا جت إشارة ساين بالشكل التالي يكبرها بالأوتبوت نفس القطبية، الموجب يقابل موجب والسالب يقابل سالب لكن مع عملية تكبير إلها بدون ما يقلبها 180 درجة. بالنسبة للفولوور هو نوع خاص من non inverting بس يطلع للإشارة نفس القيمة ونفس الطور ونفس التردد، إذن لا يستخدم إلا فقط لأغراض البفر أو أغراض عملية العزل بين الدوائر. أما السامينج يعطيك مجموعة إشارات ويجمعها بالأوتبوت بعد ضربها بأوزان معينة. أما الدفرنس يأخذ هنا إشارتين، يأخذ الفرق V2 ناقص V1 ويضربها في الكسب ويطلع الأوتبوت. فمثلا هنا أنا يأخذ الفرق بين الإشارتين ويضربها في الكسب حتى يطلع الأوتبوت. والنوع الأخير اللي هو المشتق من النوع الدفرنس واللي هو الدفرنس ديفرنشيال أمبليفاير الانسترومنتيشن امبليفاير، هذا النوع الاخير وهو نوع خاص من الدفرنس امبليفاير اللي يستخدم بمقاومة بوتنشيميتر ونفس قانون الفولتية الخارجة، ولكن الكسب راح يصير 1 / ضعف مقاومة الفيدباك مقسوم على مقاومة البوتنشيميتر. وهذا النوع الاخير يبدي اهتمام وفي تطبيقات الكثيرة جدا، تطبيقات الإلكترونية والأجهزة وأجهزة القياس والعمليات المختلفة، لكون أنه ممكن أن يتعامل مع الإشارات المرغوبة في عملية تكبير الفرق بيناتها ويرفض الإشارات الغير مرغوبة وهي إشارة الكومن مود ريشيو، يسوي لعملية ريجكشن كومن مود سيجنالز، يسوي لعملية ريجكشن بنسبة عالية جدا في الأوت، يصير كسب هذا الترانزستور عالي جدا الإشارات المرغوبة وكسب عالي جدا وكسب صفر للإشارات الغير مرغوبة به، يعني الأوتبوت بالنسبة للإشارات الغير مرغوبة بها يساوي صفر، يعني كنسل الإشارات اللي تدخل على شانلات الأنبوت اللي هي من نوع النويز ويقطع عليها.